ازاي احنا الاتنين سلام وما ينفعش نخلف؟ ما انا قلتلك انتي لو اتجوزتي راجل تاني غيره تقدري تخلفي عادي جدا، وهو لو اتجوز ست تانية غيرك يقدر يخلف عادي جدا، انما انتوا الاتنين ما تقدروش تخلفوا انتوا مع بعض. بس احنا عايزين نخلف من بعض مش من ناس تانية. ده بقى ملوش غير حل واحد. اللي هو ايه؟ الحقن المجهري، يعني اطفال الانابيب. بذمتك في فقر كده؟ الراجل بيقولك لو اتجوزت واحدة غيري هتخلف، عاوز ايه تاني؟ عاوزك انتي تبقى غلطان. كل حاجة في الدنيا بتقول ان انا منفعكش. توحيد الله كده يا حنين. لا اله الا الله. ده انا دنيتي ما حلوتش غير لما شفتك. بس ربنا عرفوه بالعقل يا نادر. أنا بصراحة مش عايزة أشوفك بتتعذب في الدنيا بسببي. إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ اللي أنا بقوله هو الصح يا نادر. كفاية لغاية كده. كل واحد فينا يشوف حياته. كفاية اللي أنت شفته معايا لحد دلوقتي. بطلي كلام فارغ. اللي عندنا مرض والحمد لله ليه علاج. علاج إيه بس؟ شفت الدكتور بيقولك إن أطفال الأنابيب دي بتكلف 30-40 ألف جنيه. وماله؟ وماله ايه؟ هنجيبهم منين؟ هنتصرف وربنا كبير. ايوه يا نادر، بس دي حاجه مش مضمونه، ممكن ما تنفعش. نحاول تاني. بتفشل مره واتنين وتلاته. خلاص، يبقى ساعتها بقى ربنا مش رايد. طب وانت ذنبك ايه؟ عشان لا العيال ولا الدنيا بحالها يسووا حاجه وانت مش فيها. فاهمه؟ ما تقوليش حاجة. خلاص، اللي رايده ربنا هيكون إن شاء الله. تفضلي يا خالتي. إيه دول يا حبيبتي؟ دول 5000 جنيه كنت محوشاهم ورا بابا وماما. هعمل بيهم إيه؟ إديهم لنادر. أنا عرفت من ماما إن موضوع الخلفة بتاعه هو وحنين ده هيحتاج فلوس كتير قوي. ايوه يا حبيبتي، بس ما بسش انا الفلوس دي مش محتاجاهم في حاجه، ولولا اني عارفه ان نادر مش هيرضى ياخدهم مني كنت اديتهم له انا بنفسي. طب ولما انت عارفه ان نادر مش هيرضى ياخدهم جايباهم لنا ليه؟ عشان تقولي له ان الفلوس دي بتاعتك انت، قولي له ان انت شايلهم على جنب لاي سبب. بس ده كتير قوي يا حبيبتي. مفيش حاجه تكتر على نادر يا خالتي، وربنا ان شاء الله يجعله بفايده. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويديكي على قد نيتك الصافيه وقلبك الطيب. امسك يا عيال، امسك يا مغفل. لا يا استاذ، مش هينفع اخد منك القرشين اللي انت شايلهم دلوقتي عوزه، ما ينفعش. هو في عوز اكتر من كده يا استاذ؟ بعد الشر عليك، داعيه ولا حاجه؟ بص، انا اهم حاجه عندي اني اشوف حفيدي، ولا انت فاهم ان اللي جاي ده يعني انا مش هبقى جده ولا ايه؟ لا جده طبعا، بس والله العظيم انا بتصرف، زودت شغلي وداخل جمعيه، ويعني لو اتزنقت في حاجه باخد سلفه من صاحب الشغل. كويس كويس جدا، زياده الخير خيرين. امسك بقى ما توجعش قلبي. امسك امسك يان. يوه على رغيك، رجلك لك لك لك، صدعتني يا اخي. امسك بقى امسك. انا حابل نفسي فنجان قهوه. اعمل لك شاي يا الله. يبقى الجمعية 10 واستاذ شاكر 10 وماما 5، يبقى 25. انا بقول نبيع الشقة. لا مستحيل يا نادر، ما تصغرش دماغك، نبيعها ونفك زنقتنا وبعد كده نجيب احسن منها 100 مرة. يا بنتي 25 مش وحشين، ان شاء الله ربنا يكرمنا. وبعدين مش الدكتورة قال ان هما ما بياخدوش الفلوس كلها مرة واحدة؟ ماشي، بس نبقى عاملين حسابنا. طب بس لو تسمع كلامي وتسيبني انزل الشغل 5-6 شهور بس. يوه تاني موضوع الشغل ده؟ وبعدين هو شغلي ده هيجيب لنا كام؟ اهو يساعد برضه. لا
احنا لو اتزنقنا يعني انا بقى اخد سلفة من تحت الحساب من علي. مين قالك ان هو هيديلك؟ ما انا بشتغل ورديتين ليه؟ وبعدين انا كنت لمحت له قبل كده ان انا احتمال هتزنق في فلوس يعني، وراجل ما قالش حاجه. تعالي يا ماما. هيا يا ولاد، وصلتوا لايه؟ الحمد لله. طب امسك دول. ايه دول؟ دول اخر فلوس معايا، كنت شايلهم للزمن، اهم ينفعوكوا. لا يا حبيبتي انت اديتيني، خلاص خلي دول معاك. اسمع الكلام يا نادر، دول 5000 جنيه يبقى كده اتحلت؟ قربت قوي يا ام نادر، مش قلت لك ربنا يفرجها؟ ربنا يخليك لنا يا ماما، ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه ويسعدكم ويصلح احوالكم. تصبحوا على خير. انت من قلق. هات ايه؟ بتقلبي الفلوس وخلعه ولا ايه؟ هقلبهم ايه يا عم انت، حطهم في البنك بتاعنا. بالراحه. الحمد لله. ايوه تعالي. الحمد لله. ليه بس يا بنتي؟ ايمن ده ولد هايل واحنا عارفينه من زمان، وهو صاحب اخوكي ودلوقتي تلميذي، ده غير انه متربي وابن حلال. عارفه. طيب عيبه ايه بقى علشان ترفضيه؟ العيب فيا انا مش فيه. قطع لسان اللي يقول عليكي كده، انت بنتي اللي ما فيهاش عيب خالص. بعدين يعني اذا كنت بتتكلمي على انك اتجوزتي قبل كده، فهو كان حاضر معانا الحكايه من اولها وما عندوش مشكله فيها. بس انا بقى اللي عندي مشكله. ليلى اوعي تكوني لسه بتحبي الحيوان اللي اسمه رامي ده. رامي ايه بس يا بابا، انا مش قادره حتى احب نفسي. احب رامي ازاي بعد كل اللي عمله فيا ده؟ انا لو وافقت اتجوز ايمن او غيره هكون بظلم اللي هتجوزه. ليه بس يا بنتي؟ عشان انا تعبانه يا بابا، تعبانه ما عنديش اي حاجه اديها لحد. طيب اهدي كده بس. طب ايه رايك تجربي؟ اذا كنت فشلت لما كنت كويسه هيحصل ايه في حالتي زي دي؟ اكيد هفشل تاني، اكيد هفشل تاني، وانا مش حامل الفشل يا بابا، مش حامل الفشل ولا هقدر اظلم حد. طب معلش يا بابا، خليني على راحتي. بس لازم تعرفي ان طريقتك دي مش هتنفع يا ليلى. انا هسيبك على راحتك، هسيبك لغايه ما تقفي على رجليكي وتستعيدي نفسك. انما والله بعد كده يا لولا لو ما رضيتيش تتجوزي بالذوق انا هجوزك بالعافيه، فاهمه ولا لا؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. الدكتور قال لي انه متفائل جدا وشايف كمان انك هتبقي حامل في 15 عيل. انت قابلته؟ وقال لك ايه؟ قال ان الامور مشيت كويس الحمد لله، وعايزك تاكلي كويس وترتاحي لغايه ميعاد اختبار الحمل الجاي. طب امتى اختبار الحمل؟ كمان 3 اسابيع. ياه، لسه هستنى 3 اسابيع؟ معلش يا حبيبتي، ربنا يهونها باذن الله. طب ما قالكش لو ما طلعتش حامل هنعمل ايه؟ ما سالتوش. ليه بس يا نادر؟ عشان ما احبش اقدر البلاء قبل وقوعه. يا بنتي اتفقلي شويه، حرام عليك. معلش يا حبيبي، من اللي شفته في حياتي برضه. يا روح قلبي ربنا كبير. وبعدين احنا بقالنا اكتر من شهرين في حقن وتحاليل وعلاج، تفتكر يعني ربنا هيضيع الشقه ده كله؟ اصلا انا شفت ناس هنا عملوا الحكايه دي كذا مره وما نجحتش. يا بنتي كفايه نكد بقى. طب لعلمك بقى انا متفائل جدا وحاسس انك كمان هتطلعي حامل في توأم، ومن العيال دي هيبقى وشها حلو علينا. يا رب يا نادر، يا رب يا حبيبتي. جايب لي ورق المديرية كلها، اتفضل. ايه يا ايمن؟ في اوراق تانية عايز نمضيها؟ لا تمام كده سعادتك. ومالك قلب سحنتك في وشي كده ليه؟ ده لسه مقموص ولا حاجه؟ يا باشا انا ما اقدرش اقلب وشي قدام سعادتك.
وبعدين هو كان ايه اللي حصل يعني؟ طب ما تقول لنفسك باشا. اصل يعني بلا باشا بلا زفت بقى. قلتلك البنت متلخبطه ونفسيتها مش مظبوطه. عايز تصبر عليها شويه اصبر، مش قادر تصبر خلاص روح شوف نصيبك. ايه اللي زعل في كده يا باشا؟ هي نفسيتها دي مش محتاجه حد يقف جنبها ويساعدها؟ وانت بقى لا تقف جنبها وتساعدها؟ اه يا باشا ما اقفش جنبها واساعدها ليه؟ اقل منها. لا يا ايمن بصراحه يا ابني انت قدها وقدود، بس معلش ليلى فعلا مش جاهزه لحاجه زي دي دلوقتي. اديها شويه وقت يا ايمن. شوف سعادتك. طب يلا يلا روح شوف شغلك، احنا هنا في المديرية ما احناش في صالون بيتنا. اتفضل. باذنك يا باشا. السلام عليكم يا ماما. على فين يا حبيبتي؟ مش الدكتور منبه عليكي بلاش الحركة بكتير اليومين دول؟ هروح اعمل التحاليل. لسه الثلاث اسابيع ما خلصوش اللي قال عليهم الدكتور، فاضل فيهم ثلاث ايام. مش قادر استنى يا ماما، وبعدين هو قال من اسبوعين لثلاثه. بلاش يا حبيبتي، بدل ما تعمليه دلوقتي وترجعي تعيديه تاني. والله يا ماما مش قادر استنى اكتر من كده، ولو فضلت قاعده كده هموت قبل ما الثلاث ايام دول يعدوا. يلا سلام عليكم. بعد الشر عليكي. ماما اوعي تجيبي سيره الموضوع ده النادر اني واحده اعمل التحاليل. لا ما تخافيش، بس ابقي طمنيني. حاضر. لا اله الا الله. هذا صالح. ربنا يكرمك يا بنتي، ملك ما فيه الخير انت وابني يا رب. يا باشمهندس انا عم اروح اجيب الطلبات واجي شطب الشغل، هفضل سهران نص ليل في الموال ده؟ بعدين معاك بقى نادر ما تطيرش السيجارتين الله يبارك لك. قلت لك الراجل هيستلم بكره الصبح، وده راجل مواعيده ميري ورخم. طب وانا ذنبي ايه؟ هو انا اللي اديته الميعاد؟ انا يا سيدي اللي اديته الميعاد. استريحت؟ هتشيلني بقى ولا تسيبني البس في الحيط؟ معلش يا نادر استجدع معايا المرة دي وانا هبعوضها لك بعدين. مش الفكرة والله يا باشمهندس، بس انا تعبان قوي، وبعدين من على ايدك اهو بقالي يجي شهرين بشتغل 14 ساعة في اليوم. بس كده يا معلم تهت ولقيناها. خد دي ودايلي. ايه ده؟ دي برشامة لو خدتها هتشتغل 18 ساعة في اليوم من غير ما تقول اي. اسألني انا يا باش مهندس، قلت لك السكة دي مش سكتي. بعدين معاك بقى يعني انت لا مية ولا برشام ولا دخان. طب اجيب لك ايه؟ نسوان؟ اجيب لك نسوان يا جدع؟ خد براحتك، انا اولى بالبرشامتين دول. وبعدين هنعمل ايه في الشغل؟ هنعمل ايه في الشغل؟ انا زي ما قلت لك انت هتروح تخلص الشغل النهارده، وانا بأديك بعد كده يومين اجازه. ماشي. الو. ايوه يا ماما انا حامل. ايوه طلعت حامل الحمد لله. ده انا خليتهم يتاكدوا ثلاث مرات الحمد لله. لا انا هطلع على نادر في الشغل عشان اقوله. لا مش هينفع في التليفون، لازم اشوف وشه لما يعرف. ماشي يا ماما مع السلامه. الحمد لله يا منت كريم يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب يا رب. بحق جاه النبي حبيبك المصطفى تم جميلك علينا يا رب واسترها معانا يا رب، تكملها علينا بالستر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الباشمهندس علي صح؟ لا انتي جاية عالصيد بقى. ايوه حلوه
أنا الباشمهندس علي. أموري. أنا حنين مرات نادر. أمال هو فين؟ نادر خرج. طب خلاص هروح وأجي له وقت تاني. لا 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 استني بس، رايحة فين؟ اتفضلي استريحي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هجيب لك إيه تشربي؟ ولا حاجة شكرا، متشكرة جدا. لا إزاي؟ لازم تشربي حاجة. والله شكرا نسيت. هجيب لك شاي. لا متشكرة جدا. بس أنا مش عارف إن نادر متجوز حاجة عسلية كده. إيه ده؟ أوعى كده، أنت اتجننت ولا إيه؟ وأنت حلوة بطريقة تجنن الصراحة. أنا مش عارف أنت اتجوزت نادر ده على إيه؟ ابعد عني لحسن، والله أصوت وألم عليك الناس. تصوتي مين يا مزة؟ ده إحنا لو ضربنا قنبلة هنا محدش هيسمعنا. لو ما بعدتش عني هخلي نادر لما يجي يعرف بيك. نادر قدامه بيه ساعتين تلاتة عقبال ما يجي، ما تقلقيش، هكون ظبطنا وبقينا 100 100. ابعد عني يا حيوان. خلاص. ابعد عني. هتلاقينيها يا بنت بقى. بس يا فندم ادي كل اللي حصل، يعني تقدر سيادتك تعتبرني ضربته دفاعا عن الشرف. بس اللي بيضرب دفاعا يا نادر بيضرب ضربه اتنين، لكن ما بيدغدغش دماغ الراجل بالشكل العنيف ده. انا لما شفت المنظر ما قدرتش امسك نفسي، وبعدين سيادتك راجل وتقدر تحس بمشاعري في لحظه زي دي. مين كان موجود يشهد بصحه كلامك؟ مراتي يا فندم واقفه بره. لا غير مراتك، لانك انت عارف طبعا شهاده الزوجه للزوج في الحاجات اللي زي دي بيبقى ليها اثر ضعيف قانونا. ما فيش حد غيرنا. في شهود تانيين شهادتهم مش في صالحك. مين يا فندم؟ اهل المنطقه اللي شهدوا عليك وشافوك وانت بتهرب من المكان انت وهي، لما انت صاحب حق هربت ليه؟ خفت. ما انا بني ادم برضه. وبعدين ما كنتش حابب ان اسم مراتي يجي في حاجه زي دي. فقلت اوصلها البيت اطمن عليها وبعد كده اروح اسلم نفسي على طول. صدقني يا فندم والله ده كل اللي حصل. هنشوف يا نادر. وهشوفك تاني بعد ما اسمع اقوال المجني عليه وبقيه الشهود. اكتب يا ابني. يحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد في الموعد المحدد. اتفضل امضي على أقوالك. يا عيني عليك يا ابني، زي ما يكون الدنيا مستقطرة عليه يفرح بحاجة. ليه بس كده يا ست منيرة؟ بسيطة إن شاء الله. وبعدين يعني ما تنسيش إن نادر محامي ومحامي شاطر كمان، يعني مش هيقدر يغلبوه إن شاء الله. يا رب. هو نادر جه اهو. طمني يا ابني حصل ايه؟ ما تقلقيش يا ماما خير ان شاء الله. بسيطه معلش معلش بقى يا بطل معلش. ليه بس كده حنين؟ اعمل ايه بس يا نادر؟ افرحي باللي في بطنك، مش ده الخبر اللي كنا مستنيينه بقالنا كتير؟ اللي في بطني شكله هيطلع حظ وحش زي مامته. ايه كده بس يا بنتي؟ كلها يا استاذ شاكر. وبعدين ما تقوليش كده على ابني. مش عارفك انه ولد يعني، فممكن تطلع بنت واموره كمان. لا هو هيطلع ولد. استغفر الله العظيم. زي ما يكون ملناش نفس نفرح زي بقية الناس. معلش يا ماما فرجوا قريب ان شاء الله. يا رب. قفلت يا ابني؟ ايوه محمد بيه. طب اكتب يستدعى العاملين بورشة المجني عليه، اكتب اسماء العمال حسب تحريات محضر المباحث، كما تخاطب المستشفى للإفادة بقدرة المجني عليه على الادلاء بشهادته. يا نهار مش فايت، حبس ليه؟ عادي يا ماما، انا كنت عارف ان هم هيحجزوني لغايه التحقيق ما يخلص. 4 أيام يا نادر هتنامهم مع السوابق ورد السجون. معلش يا حبيبتي يا عبده هوا، اهم حاجه تخلي بالك من نفسك ومن ماما ومن اللي في بطنك. ما تقلقش يا نادر ما تقلقش، انا جنبهم ومعاهم لحد الكام يوم دول ما يعدوا ان شاء الله. ما تحرمش منك يا استاذ شاكر. يعني انت متاكد يا حبيبي انهم هيخرجوك بعد 4 أيام؟ ان شاء الله. ادعو بس ان هو يفوق من الغيبوبه ما يموتش.
يعني انت متأكد من الكلام ده يا علي؟ مش يمكن فهمت غلط؟ غلط ازاي بس يا باشا؟ بقول لي سعادتك بعت مراته ترسم عليا دور حب عشان تقلب الفلوس اللي في الخزنة. طب وايه اللي خلاه ضربك؟ يا باشا انا راجل تاجر وسمعتي في السوق زي البريلانت، ماليش في المشي البطال. ولما البنت جاتلي وعملت عليا الشويتين دول اديتها وش خشب. وش خشب؟ يعني كشمت لها، قلت لها بالبلدي كده عيب عليكي، انت مرات واحد من رجالتي، وانا لو السكين على رقبتي لا يمكن ابص لك بصه مش اللي هي. طب وبعدين؟ البنت سبحان الله فيها برود يغيظ، قدرت تتحنجل كده وتعمل حركات لمؤاخذه يعني مش اللي هي. تقصد حركات خارجه يعني؟ خارجه على الاخر. انا كنت طاردها بعلو حسي، فجاه لقيت نادر داخل علينا، وطبعا فهم ان في بينكم حاجه علشان كده اعتدى عليك بالضرب. انا كنت فاكر زي سعادتك كده ولسه فاهموا الفوله، اكتشفت انهم متفقين مع بعض. لما ملاقوش بني راجع في السكه البطاله قالوا يقتلوني ويسرقوا فلوسي. يعني انت شايف يا علي ان نادر لما اعتدى عليك كان قصد يقتلك؟ مال هو لو يعرف اني لسه فيا الروح كان سابني. ربنا كريم، صور له اني قطعت النفس. الف حمد والف شكر ليك يا رب. ويا ترى في حاجه اتسرقت من خزنه يا علي؟ لا، ما انا كنت ناسي مفاتيح الخزنه في البيت. تصاريف ربك بقى، ربنا ارادنا ابوهم يطلع على شؤون. وايه رايك في كلام نادر ان انت حاولت تتحرش بمراته وعشان كده اعتدى عليك بالضرب؟ ما هو لازم يقول كده يا باشا، امال يعني هيعترف على نفسه ويروح في داهيه؟ طب يجيب لي شاهد واحد، شاهد واحد بس يشهد بالكلام اللي بيقوله ده. هو صحيح ما عندوش شهود على قصته، بس انت كمان ما عندكش شهود على قصتك. انت هتساويني بواحد صايع زي ده يا باشا؟ ده اتطرد من مكتب المحامي اللي كان شغال عنده عشان سرقه. بس ده مش دليل على كلامك يا علي. انا افترض مع سعادتك ان الراجل مش تمام. ايه اللي خلى مراته تيجي لغايه عندي في مكتبي في الوقت المتاخر ده وفي الحته المقطوعه دي؟ يا باشا الراجل ده ومراته كانوا عايزين يقتلوني ويسرقوني، وانا ربنا نجاني وعايز الحكومه تجيب لي حقي. كذب، والله العظيم كذب يا فندم. انا راجل محامي محترم ومراتي ست محترمه، لا يمكن نعمل كده. اهدى يا نادر، انا مقدر ان انت زميل، بس طريقتك دي مش هتنفع. يا فندم علي بيكذب عشان يداري على اللي عمله، والعمال بيشهدوا له عشان مصلحتهم معاه. يا نادر انت راجل دارس قانون وعارف ان الكلام ده كله كلام مرسل. المشكله ان وجودك انت ومراتك في الوقت ده في المكان ده مخلي موقفكم سيء. انا كان عندي شغل ومراتي كانت جايه تبلغني انها حامل، وصدفه توصل وانت مش موجود وترجع وهي موجوده. اللي حصل والله العظيم ثلاثة ده اللي حصل. الطبيب الشرعي اثبت ان مراتك ما فيهاش اي اثر للتحرش. عشان انا رحت في الوقت المناسب، هو كان لازم اسيبه يغتصب عشان صدقوني. صدقني يا نادر انا كان نفسي اساعدك، بس ما فيش في ايدي حاجه. اكتب يا ابني يرفع ملف القضيه لمعالي المحامي العام مرفقا بالادله للبت في احالتها لمحكمه الجنايات. نصيحه يا نادر، شوف لك محامي يترفع عنك لانك مش هتعرف تتعامل في القضيه دي لوحدك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يا رب يا رب انت عالم بحالنا، يا رب احنا غلابه مش حمل مصايب تاني. نبي يا رب سايقه عليك النبي حبيبك، ابني غلبان وحلتيش غيره. نبي يا رب سايقه عليك النبي حبيبك تفك كربه وتزيح همه وتخرجه من المصيبه اللي هو فيها دي. نبي يا رب تفرح قلبه، تفرح قلبه بمراته وابنه اللي لسه مجاش على وش الدنيا. انت الكبير وانت الحنين، يا لطيف الطف بينا يا رب. حقك على ياما، ما تزعليش، انا اسفه، انا السبب.
تزعليش، يا ريتني كنت مت قبل ما اشوفه ويشوفني. بعد الشر عليك يا حبيبي. ماما وحليم ما جوش معاك ليه يا استاذ؟ مريض انت وانا مش مال عينك ولا ايه؟ وبعدين ما تقلقش، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يعني؟ ما تخبيش عليا، حد فيهم حصل له حاجه؟ يا ابني يا حبيبي ابدا، المساله كلها ان مراتك تعبانه من الحمل وهم قاعده جنبها. تعبانه؟ تعبانه ازاي؟ وانا مش عرفني يا نادر، وانا كنت حامل قبل كده يا اخي. عموما افهم، الستات بتبقى تعبانه في اول الحمل يعني. انا مش عارف حظي عامل كده ليه يا استاذ. يوم ما اعرف اني ابقى اب اخش السجن بذمتك، شفت حد حظه عامل كده في الدنيا؟ يا واد ما تبقاش متشائم كده، انت عارف لما ابنك يوصل بالسلامه ان شاء الله ويقعد يوقع وتشيله كده وتهننه هتنسى والله العظيم كل الحاجات دي. تفتكر؟ اه طبعا ان شاء الله. ما اظنش. ليه بتقول كده؟ في حاجه حصلت؟ قول قول، ما تخبيش، احنا قاعدين لوحدنا، لا امك موجوده ولا مراتك، قول. انا كمحامي شايف ان موقفي في القضيه زي الزفت ومش عارف اعمل ايه. طب والمحامي اللي احنا جايبينه ده يعمل ايه يعني؟ راجل شغال على قد ما يقدر وبيحاول يطمني، بس انا متاكد ان هو نفسه من جوه مش مطمن. طب خلاص خلاص، نجيب واحد احسن منه. مش فارقه، وبعدين هو احنا ناقصين مصاريف، ده ديون العمليه بتاعت الخلفه لغايه دلوقتي لسه ما اتسددتش. انت مالك يا مغفل انت؟ انت مالك؟ انا هتصرف يا اخي. لا يا استاذ، لحد كده وكفايه، ما تزودش التنبله، العمليه مش ناقصه. واللي رايده ربنا هيكون ان شاء الله. اوعي تتحركي من مكانك، انا بقول لك اهو زي ما انت. تسلم ايدك يا ماما. الهنا والشفا. بس ما يصحش يا ماما انام في السرير كده وانت اللي تخدميني. اخدمك وانا عملت ايه يعني؟ ده كل الحكايه شويه شوربه هتشربيهم وتبقي زي الفل ان شاء الله. ربنا يخليك لي يا ماما. عارفه يا بنتي حنين، انا حاسه انك هتجيبي ولد وهيبقى شبه نادر كمان. اشمعنى؟ عشان انا كنت عامله زيك كده بالظبط طول الحمل وانا برجع، شكله كده هيبقى متعب زي ابوه. وانا طول يبقى عندي اتنين من نادر؟ ده انا في عرض واحد مش طايله. بقولك ايه، بلاش النكد اللي انت فيه ده، الزعل والنكد وحش عشان الحمل. اسمعي كلام. مش بايدي والله يا ماما، انا لو عليا نفسي افرح بس الدنيا مش مدياني فرصه. هتفرحي يا حبيبتي ان شاء الله، فرجه قريب باذن الله، اتكلي انت على الله. ان شاء الله. يا كريم بعته؟ طيب هتصلي دلوقتي. لا ما تقفلش، هقراه وانا معاك على التليفون عشان اقول لك نعمل ايه. محتاج انجز يا كريم. اه وصل اهو. القمر وصل. ايه مالك؟ اقفل يا كريم. ايه زعلك؟ فريدة مالك؟ فريدة؟ ايه يا ماما؟ عيطي ليه؟ زين بابا خدها النهارده من عند المدرسه. طب وفيها ايه؟ وانا في الباص خديجه ومريم قعدوا يقولوا لي ان هم هيخلوا باباهم يجي ياخدهم زي رجعي، وقعدوا يقولوا لي ان انا ما عنديش بابي يجي ياخدني زيهم، وانا اللي ما عنديش بابي يا ماما. عشان في ناس بيبقى بابي مش موجود، بيبقوا عايشين مع مامي بس. بعدين يعني ايه، مامي مش كفايه؟ كفايه بس انا عايزه يبقى عندي بابي زيه. اشمعنى انا؟ طب ما تعيطيش عشان خاطرك، ما تعيطيش. يوسف يوسف يا يوسف،
ما لقيتش جرأة عشان أواجهك باللي عاوز أقول، وما لقيتش طريقة غير دي. أنا بموت يا نهال، دي الحقيقة اللي عرفتها من شهر وما عرفتش أقولها لك إزاي. عندي سرطان رئة وفي مرحلة متأخرة وملهاش علاج. صدقيني يا حبيبتي، أنا كان نفسي أعيش معك لحد آخر لحظة في عمري، لكن أنا دكتور وعارف الأيام اللي فضلالي هتكون صعبة إزاي. مش عايزك تحضري معايا العذاب اللي مستنيني في أيامي الأخيرة. كفاية عليكي الوجع اللي شفتيه في دنيتي. ما تحاوليش تدوري عليا، لأن النهاردة هعمل إجراءات الطلاق وهسيب دبي بعد كده على طول، لأني مش عاوزك تعيشي مستنية خبر موتي. سامحيني يا نهال، أنا كان نفسي أودعك وتودعيني وداع يليق بالحب الكبير اللي بيننا، بس ما قدرتش. خدي بالك من نفسك وخدي بالك من فريدة، واحكي لها عني، قولي لها اني كنت بحبها قوي وكان نفسي اعيش واربيها احسن تربيه. هتوحشيني يا نهال، هتوحشيني قوي، بس ان شاء الله هشوفك في عالم احسن. مع السلامه حبيبتي. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ دي مفهماني انها بتجيلك بانتظام. انا في الاول افتكرت ان عندكم ظروف ولا حاجه، لكن لما الموضوع طول قلت اكلمك اشوف ايه الحكايه. الحكايه ان انا اتشغلت شويه وما بقيتش اقدر اجيبها زي الاول، بس يعني هي قالت لي انها بتيجي لوحدها، وكل مره كنت بسالها كانت بتقول لي انها جات لك. بس دي حاجه سيئه جدا يا عادل بيه. مريض الاكتئاب لو وصل لمرحله انه بيرفض فيها العلاج بيكون وصل لمرحلة أكبر من الإحباط واليأس. عندك حق، عشان كده أنا كنت عايز أجيلك عشان نتكلم بصراحة شوية. أنا أصلي ملاحظ إن حالتها ما بتتحسنش أبدا، بالعكس كل يوم أسوأ من اللي قبله. معلش، بس ليلى لازم تيجي بانتظام الجلسات إن شاء الله حتى بالعافية لحد ما نعدي المرحلة ديت. أنا مقدر إنك مشغول. مشغول إيه بس يا سالم؟ يا دي فيها مشغول؟ أنا ما عنديش حاجة أهم من ليلى، وإن شاء الله من هنا لغاية ما تخف في كل الجلسات هتبقى رجلي على رجلها. يعني المحامي مطمن يا أستاذ شاكر؟ والله هو متفائل، وبعدين يخور بفلوس بكرة يبقى ببلاش. الحكم في القضية بعد بكرة إن شاء الله. والنبي يا رب تجيب العواقب سليمة. طب حضرتك عملت إيه في الفلوس اللي كان عايزها قبل الحكم؟ مجيش دعوة بالموضوع دوت. المهم دلوقتي ان احنا ندعيله ان ربنا يفك كربه ويجي ينور البيت ده. ما نشيلش هم ازاي بس يا استاذ شاكر؟ ده انا خايفه قوي للراجل ما يدافعش بذمة عن نادر لو ما خدش بقيه فلوسه. ما هي الناس دلوقتي ما بقاش عندها ضمير. لا هيدافع بالذمة ان شاء الله، لان المحامي خلاص خد كل فلوسه. هو انت ناقص يا استاذ شاكر؟ مش كفايه مصاريف علاجك يا ست؟ ما تفكريش في الموضوع ده، فلوس كتير والحمد لله، وانا علاجي مصروف بانتظام. والله ما انا عارفه اقول لك ايه، بصراحه احنا تقلنا عليك قوي. لا عيب، ما تقولش كده. تقلتوا عليا في ايه؟ وانا نادر ده مش زي ابني بالظبط. في اب يشوف ابنه في دقيقه ويسيبه يعني؟ ادعوا له بس ان ربنا يفك كربه، ادعوا له يا رب. اللهم امين. ليلى، ليلى، لولا، أنا جيت يا حبيبتي. ليلى، ايه ده يا حبيبتي؟ انت نايمه ولا ايه؟ ليلى، لا 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 مش هينفع كده، قومي علشان هنتعشى سوا. ليلى، 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 فوقي يا حبيبتي. ليلى، thank you.
Mm-hmm.